جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف يعرف الإنسان أن حياته مباركة أو يعرف ضد ذلك شيخ صالح؟ يعرف ذلك بحالته التي هو عليها، فإذا وجد من نفسه الفرح بطاعة الله والاشتغال بذكر الله عز وجل هذا دليل على بركة عمره، وإذا وجد من نفسه خلاف ذلك فهذا دليل على عدم البركة في عمره، إذا كان مضيعا لطاعة الله ومشتغلا بما لا يفيده فهذا دليل على عدم البركة في عمره. الحاصل أن نوعية العمل خيرا أو شرا، برا أو فجورا، كل ذلك يدل على بركة العمر أو عدم بركته. نعم.